اهلا وسهلا الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. انتم كتشاهدوا الفيديو، انا جبت لكم كيك عادي اقتصادي غير بجوج بيضات يومي. هذا ماشي شي كيك واو، انما كيك واعر، ولكن المذاق ديالو لا يعلى عليه. انتم قطعت لكم الطرف، تشوفوا من الداخل كيفاش كيجي. دابا غادي ندوزوا ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت، خليكم معايا ان شاء الله. ودابا يا الغزالات ديالي، غادي ناخذ جوج بيضات يكونوا بحراره المطبخ. طبيعه الحال كي البيض عندي متوسط الحجم. اول حاجه كنعتذر منكم اذا سمعتوا الصوت، تاكد الوليدات في المونتاج. جوج بيضات، وغادي ندير كيس بالنكهه ديال الفاني اللي ما توفرش عنده هاد السكر بالنكهه الفاني، راه يدير غير داك النكهه الفاني السائله. غادي نضيف واحد كاس ديال السكر. هاد القياسات كاملين البنات غادي تاخدوهم نفس كاس ديال الشاي المغربي اللي كنستعملو حنا. عندنا معروف واحد الكاس كنقولو له كاس العنبه، ولكن اي كاس متوفر عندكم استعملوه. بالنسبه لي انا الاخوات راه ما عمرتش السكر، على حسب ما تتعجبنيش الحلاوه بزاف، وانتم لكم الاختيار. الا كانت كتعجبكم السكر غديروا كاس عامر. كيما شفتوا ضفت كاس ديال الزيت حتى هو ما عمرش، وكاس ديال الحليب حراره المطبخ يعني غير عادي، ما بارد ما سخون. المهم صافي، تتبقاو تحركوا بحال هكا كيما يبان لكم بالفويض، غير خلاط يدوي. اللي بغى يدير الطراب يديرو، ما كاين حتى شي مشكل. المهم حنا استعملت غير يدي هكايا باش كان تصدو في كل شيء. ودابا غادي ندوزو باش نديرو الدقيق. بالنسبه للدقيق شحال خدا معايا تقريبا واحد 300 غرام. كيبقى على حسب نوعيه الدقيق اللي عندكم، يعني انا واخا نعطيكم الكميه نتوما ما تاخدوش نفس الكميه. غادي ديروا عينكم وميزانكم. المهم انا بالقياس اللي درت 300 غرام، ولكن راه الدقيق ماشي كيكونش بحال على حسب النوعيه ديال الخليط ديالكم. كاينه شي نوع اذا مشيتو درتو 300 غرام كامله في الكيك ديالكم يقدر يجيكم قاصح، واخا نتوما غتوليو تقدروا تنقدوا الموقف وتزيدوا الحليب، ولكن من الاحسن ديروا غير يعني كاس ونص وتشوفوا القوام ديالكم، عاوتاني تزيدوا نص هكا حتى تحصلوا على القوام ديال الكيك اللي بغيتو نتوما. بالنسبه للخمارات انا استعمل جوج خمارات حمر، هادو يعني 16 غرام جوج بهم، كيوزن كل وحده كتوزن 8 غرام، يعني جوج بهم 16 غرام. وصافي ضروري كنغربلهم هكا باش ما كتبقاش فيهم داك الحبيبات، راكم عارفين كيبقى فيه داك الحبيبات في الكيك تاعته واحد المروره. صافي كنغربلوها بحال هكا بشي صفاي هكا، هي اهم حاجه، راه كلشي كنغربلوه يعني حتى الدقيق باش الكيك ديالكم هكا كتجي مفشفشه وكتجي مهويه من الداخل. صافي كيما شفتوا دابا راه تنخلط مزيان هكايا بالخلاط اليدوي حتى كيندمج لينا العناصر كامله ببعضياتها. والا باقي خصني الدقيق راه انا غادي نزيد الدقيق، يعني من الاول ما غاديش ندير الدقيق يعني دفعه واحده، يعني غادي نقسمه ندير دفعات، يعني ندير شويه ونشوف عيني وميزاني باش هكا ما نقصحش الكيك ديالي ويجيني مدقص من الداخل. وصافي زدت واحد شويه عاوتاني ديال الدقيق، وغادي نحرك هكا بالفويت بالخلاط اليدوي. بالنسبه لهاد الكيك يومي كيجي اقتصادي هكا الكوتي، حتى الدقيقه 90 عاد نوضو صوبوه، ما تياخدش الوقت وفي نص الوقت المذاق. وبالنسبه لبغيتو تزيدو فيه شي هكا شي اضافه راه كتزيدوها. بالنسبه للمول اختاريت انا هذا، دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق. نتوما اي مول ديروه، ماشي ضروري هاد المول هذا، ديروه طويل مدور مربع على حسب الذوق ديالكم. صافي كيما شفتوا درت الكميه الاولى اللي بيضه درتها في المول، ودابا غنضيف كاكاو المر. درت تقريبا واحد المعلقه عامره كبيره، وغادي نخلط هكا بالخلاط اليدوي، يعني العجين قسمته على جوج، درت واحدة بيضه وحده كحله كيما شفتوا، يعني قسمته بحال هكايا وتبقى نخلط مزيان باش ما يبقاش داك كاكاو المر حبيبات باقيين تما كغبره. صافي من بعد ما تتخلطوا على الشكل هذا، هذا هو القوام اللي كتحصلوا عليه. غادي ندوزو ان شاء الله باش نديروه في المول ديالنا، اللي غادي نديروه طبقه تكون فوق من هذاك الكيك. هانتوما غادي تشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي ندير ليه. انا جبت لك المول ديالي، دابا غادي نديرو من الفوق هكايا كيما كيبان لكم. غادي نخوي عادي بطريقه عاديه وعشوائيه، يعني عادي. من بعد عدد غادي نجيب الموس وغادي تشوفوا كيفاش غادي ندير ليه. صافي الكيك ديالي كيجي على هذا الشكل هذا،
بغيتي تزيدو فيه حتى داك فيرميسين اسود الشوكولاد، تزيدو فيه حتى هو تيعطي واحد المذاق زوين، وفي نفس الوقت تيعطي تعليكه. انا خليته غير بحال هكايا صافي كيما شتو. دابا غادي ناخد واحد سكين موس وغادي نبقى ندير بحال هكا كيما غادي يبان لكم، غير بحال ندير شكل دائري غير بحال هكا باش كتعطينا داك الزخرفه ديال شي تعطينا ديك الوديره، تعطينا شكل بحال الوريضه هكا في الكيك فاش كيطيب كيجي على الشكل هذا، وتعطينا جوج طبقات فاش كتقطعوا الكيك يعني تتلقاو لتحت الكيك فيه ديك طبقه كحله وطبقه بيضه. وصافي من بعد ما كيطيب كيجي الشكل ديالو على هذا الشكل هذا كيما شفتوا. دهنته بشويه ديال الكونفيتير ورشيت عليه الكوك، تقدروا نتوما تخليوه عادي ما ديروا له حتى شي اضافه، يعني تخليوه غير هكاك راه كيجي غزال. نقطع معكم ان شاء الله واحد طيف باش غتشوفوا الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي. المهم حتى لهنا اللي مازال ما دارش اشتراك دير اشتراك واللايك والبارطاج طبيعة الحال فضلا وليس امرا. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي، بسلام عليكم.